في البنك ولسه راجع، والساعه دلوقتي 11 ونص وما طولتش، يعني انا كنت قدامي 5 بالظبط، فقعدت تقريبا بالظبط حوالي ربع ساعه كده. بس انا بصراحه في حركه يعني بعملها كتير لو حاسس ان انا هطول. هنفترض مثلا انا رقم 92 ودلوقتي بندعو على رقم 72. 72 مش موجود، 73 مش موجود، فجاه بس الاقي 74 مش موجود. فانا بصراحه داخل على ال 74 دي ليه؟ لان احنا في عصر السرعه، وفي نفس الوقت الراجل ده ما بيبقاش موجود، او الشخص اللي بيتنادى عليه ما بيبقاش موجود. فانا مش بخم حد بصراحه، انا بشغل دماغي لان بصراحه الوقت كالسيف. عندنا النهارده الشيك بتاع كل يوم، عندنا 150 جرام شوفان، وعندنا يا باشا سكوبين من الواي بتاع ايفولف اللي بالكارملايز بسكتس اللي فيه حتت بسكوت حقيقيه. بعد ما عدلناه كمان حطينا حتت بسكوت وزودنا توت قرفه صغير كده. يعني انا عايز اقول لكم بقى ده مفضل لناس كتير، يعني وهو ده بقى ده الهدف اللي احنا عاوزين نعمله، ان انت تبقى مشاكلك في الحياه في الفتنس هجرب او هاخد انهي طعم وين النهارده، مش الماكروز بتاعتي تبقى عامله ازاي، اتمرن ازاي، تبقى دي المشاكل، الحاجات السهله او الحاجات الرفاهيه ببساطه. يعني طبعا ممكن تستعمل كود ايفولف 10 عشان تاخد 10% خصم، ولو انت في اي حته في مصر الشحن بيبقى مجاني ببساطه. فدي كده تبقى اول وجبه عندنا. كان عندنا ريد بول الصبح، ماكروز بتاعت الوجبه دي هنا، وانا مستعجل، انا مستعجل لان عايز اخلص شويه حاجات وبعد كده هنروح نصور مع كابتن اسلام ابو عوف باتمان العرب في الفتنس، وانا كسرت الخلاط فان شاء الله ما يحصلش حاجه. يعني جايبين بقى الشيك الحلو ده ونحطه في الشيكر البرتقال. عايز مثلا لو انت عامل شيك بفليفر وحطيته في اللون الشيكر التاني تحس ان انت لا تحس ان في حاجه غلط، يعني الكارملايز بسكتس او الفليفر اللي بالبسكوت الشيكر بتاعه بيبقى لونه برتقالي. الايس كريم كوكي اللي هي ديت اللي فيها حتت اوريو ده ببساطه بيبقى الشيكر بتاعه لونه لبني، فراوله لونه احمر وهكذا. فانت تحس ان انت لازم تطقم الفليفر بلون الشيكر. اقول لك مشاكل دول عالم اولى، فده الهدف من ان احنا نخلي مشاكلك سهله وبسيطه، وما تبقاش بقى الحاجات المتعلصه اللي الناس بتقعد تقولها لك وتعملها لك، لان بصراحه الفيتنس مش ظرف. فيتنس سهل، فيتنس سهل، بس الناس هي اللي بتعقده عليك. المهم هناخد كده الشيك ده بسرعه وتعالوا نشوف هنعمل ايه، لان النهارده يوم كامل من الوجبات والتمرين في الضخامه. شنطه التمرين النهارده احنا عندنا كتف ودراع، فاحنا مش محتاجين ولا جزمه الديد ليفتس ولا الني سليفز ولا الحزام ولا الحزام الثاني اللي بنلعب بيه. يعني احنا ببساطه هنفضي الشنطه عشان ما تبقاش ايه، ما تبقاش شايلين طوب الهرم على ظهرنا يعني. وبما اننا نازلين نقابل كابتن اسلام لازم نلبس الحاجه بتاعت ريلانتلس. وللي ما يعرفش كابتن اسلام عنده براند اسمها ريلانتلس، بيعمل ببساطه حاجات تقدر ان انت تلبسها في الجيم، الكواليتي بتاعتها حلوه جدا. ودي بقى حاجه في كابتن اسلام، كابتن اسلام يعني بيوسوس شويتين، ولكن دي بقى حاجه حلوه لسبب. يعني ايه حاجه حلوه ووحشه؟ بيوسوس شويتين ان هو مش بيخلص، بس الحاجه الحلوه ان هو بيطلع فعلا بكواليتي وحاجه 10 من 10. فشوت اوت لكابتن اسلام، هسيب طبعا البيج بتاعت ريلانتلس هنا، لان اهم شغل يا كابتن اسلام ظبط الشغل. مهمتك في الحياه ان انت لما تروح الجيم او تروح في اي حته تبقى رئتك حلوه عشان حفظا على سلامه الاخرون ومشاعر الاخرون، ومن الاخر قدام نفسك. فالحلو في ده ان هو يعني خفيف، يعني ريحته مش بتحس ان انت داخل كده تحس ان هو تقيل بزياده، ان في ناس زمان بتحط برفانات تقيله في اي مكان، لكن لازم تعرف ان انت على حسب المكان اللي هتروحه ما ينفعش تحط برفان تقيل طول الوقت، وفي نفس الوقت ما ينفعش تحط برفان خفيف طول الوقت. فده يعتبر حاجه خفيفه جالنا من صاحبي اخويا حبيبي يوسف خطاب، ده كان هديه بصراحه، وانا من ساعتها وانا بجيب ده. فدي حاجه للناس لو عايزه برفان كويس للجيم وفي نفس الوقت تبقى ريحتك زي الفل. حاج يا باشا الفل يا حبيبي بقى الفل، ايه الاخبار؟ اه الحمد لله، 12 جديد اهو. و بتعمل ايه؟ بصور. اه نعم، مستني اسلام، بس موعده دايما بتبقى بالمسطره يا دكتور. ايه
يا نهار ازرق، يا نهار ازرق، يا نهار ازرق، يا نهار ازرق. على فكره يا دكتور اسلام، انت مواعيدك بالمسطره. مواعيد الدكاتره دي ما بتتحسنش. ازيك يا كابتن اسلام؟ عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي، عامل ايه؟ وانت والله قوي قوي. ازيك يا كابتن اسلام؟ انا ابقى لابس احسن صح براند ريلانتلس، وانت تبقى لابس جيم شارك يعني، حتى مش حاجه مشكله شويه. احنا هنعمل ايه يا كابتن اسلام؟ وايه الاخبار وايه القصص وايه الاشياء؟ ايه رايك نديه واحده كده؟ مجد عامل ايه يا كابتن سيف؟ والله يا كابتن اسلام الحمد لله. احنا دلوقتي بنديها واحده انسبشن. ايه رايك؟ كابتن اسلام بيصور وانا بصور. بقالي كتير ما صورتش اصلا يعني، فاستر عليك والله. ان شاء الله الفلوج يبقى تمام باذن الله. والناس طبعا يعني جعان ولا مش جعان؟ بصراحه انا ميت. انا اصلا يا شباب الفلوج دوت هدفه عشان ياكل، مش التمرين هدفه، اللي بعد التمرين بالظبط. هنقول كل حاجه ان شاء الله. مظبوط. جاهز دراع واكتاف ولا؟ انا جاهز طول ما انت موجود يا كابتن. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. جاهز وجاي بالترايبود. ابطال قبل ام بي بيعملوا ايه هنا؟ احنا كام دي اوت كده؟ لا انا مش رايح السنه دي. لا يا راجل. اه والله. ليه كده؟ ده انا قلت ده انت البرو كورد بتاعك السنه دي. لا السنه الجايه ان شاء الله. زين، جاب لنا تمر مشدود. بيقول لي جرب. قول لي ايه رايك؟ بس انا جربت بتاع 5 براندز مختلفين في مصر. حلو ده. مصري؟ لا مصري احلى. يا راجل والله العظيم. دلوقتي يا شباب احنا في بالانس اللي في شارع الصوره مصر الجديده، وعندنا النهارده لابسين طبعا الكفايه بتاعت ريلاتكس. ايوه بقى كواليتي وبتاع والبيتش تاني اهي. عندنا النهارده كتف ودراع زي ما هو اللي هيليد التمرينه. وعندنا حاجه انا يعني يعتبر انا بقالي كتير ما اتمرنتهاش، بس كابتن زي ما هو اللي ربطها. هنلعب هنبتدي من اول بريس، بس فوكس على الفايزر. هو ببساطه ده يا كابتن اسلام المفروض انكلاين بريس، بس هنلعبه كلوز جريب، اللي هو من الاخر احنا فوكس على الفايزر بتاعتك. يعني هي البريس اللي هنلعبها في الاول هتبقى متركزه على الفايزر. فانا عايز اعرف حكمه كابتن اسلام، اشمعنى دي؟ بص اقول لك على حاجه. عاده انا بلعب على سميث ماشين كلوز جريب بنش بريس، بس قلنا نجرب حاجه جديده بما انك يعني ما اتمرنتش. نفتكس يعني المفروض ده سوبر انكلاين او انكلاين بنش، بس اكيد الشاست شغال معاك حتى في كلوز جريب يعني، بس تخيلها يعني كنوع من الدبس يعني. لو هتلعب دبس اكيد الترايسب شغاله والشاست شغاله، بس دي حاجه جديده برضه انت تجربها. فاحنا هنغش يعني، هو الشاست على الترايسب. ما انا قلت لكابتن اسلام انا عايز اجرب الاجهزه اللي انا ما يعني ما مش موجوده عندنا يعني، فنجرب بقى. يلا يا باشا. انا شفت ان كابتن اسلام اقوى مني من الاخر. عجيزي عجيزي. حلو قوي كده، حلو قوي قوي. رضا من عند ربنا. عموما ده حاجه والله ان انت لما بتتمرن اكتر انت احسن فليكس او احسن حاجه تتمرن تتمنصر بيها الفورم بتاعك. صح والله يعني. انا متاكد برضو ان كابتن اسلام يوافقني ان هو حلو ان انت تشيل اوزان اكتر، بس ان انت تلاقي ان انت الفورم بتاعك على الوقت بيتحسن اكتر واكتر، وان انت فعلا تكون بتحرك العضل والاداء. يعني انا بالنسبه لي دي احسن حاجه انت تبقى فخور بيها. انت شايفها كابتن اسلام مهاره مليون في الميه يعني، الفورم مهاره بتتعلمها مع الوقت. مليون في الميه. في ناس بيتمرنوا اكتر مني كوقت اكتر منك سيف، بس تلاقيه اداؤه في الجيم كانه واحد بقاله بس سنتين بيتمرن. هجيب الوزن من النقطه دي للنقطه دي وخلاص. مفيش، هي مش من الف وبيل، بس على قد ما هي حرفيه. وهو بيتمرن مش عارف هو يجند ويفعل العضله ازاي بكفاءه عاليه. والله حرك ومرجح، كله بيمرجح، بس كله في الاخر بينعكس على الفيزيك. تلاقي فورم متميزه
طب اسالك سؤال يا كابتن اسامه، هنفترض حد مثلا دلوقتي في سيربلس في اوف سيزون وعاوز يزيد، هل تفتكر لو هو بياكل الكالوريز مظبوطه والماكروز مظبوطه وبيتمرن بشده كويسه، لو الحاجه الوحيده اللي حسنها هو الفورم بتاعه، تفتكر هيزيد عضل اكتر ولا لا؟ 100%. والاكل والتمرين هم في حد ذاته بروجريسيف اوفرلود، في حد ذاته تحسن. لان خلينا نقول ان هو مثلا واحنا بنلعب، خلينا ناخد بتاع البايسبس احنا بنلعبها، تخيل في الجزء اللي تحت ده كان بيعمل تنطيطه صغيره عشان يجيب الوزن من تحت لفوق. اذا جند البايسبس نفسها انها وهي اكتر وضعيه حصل لها ستريتش هي اللي تجيب الوزن من هنا لهنا، ده في حد ذاته تحسن. لعبه كمال الاجسام كلها ايه يا كابتن سيف؟ ستريتش اندر لود، عملت استطالة تحت هتزود الوزن اللي نازل عليها، خلاص ده عايز يتحسن مع الوقت. الفكره الناس بيبقوا عايزين يعملوا فورسنج للمسل جين، يعني غصب عني هزيد عضل، يا اما بالاكل فتلاقيه تخن، يا اما بالاوزان فتلاقي اداؤه اختل او اتصاب. دي حاجه ثالثه يعني. فانت مش عايز، مفيش حاجه تحصل غصب عنك، طالما انت الوزن تقيل كفايه بالنسبه لك، ما بتدلعش في التمرين، بتتمرن بشده التمرين كافيه، التحسن هي مش غصب عن الجسم. لما الوزن ده اللي احنا بنشيله يبقى سهل، ساعتها نعرف ان احنا مثلا نجيب بدل 8 عدد نعرف نجيب 12، ساعتها ممكن نزود بلاطه. بس مش انا لازم الاسبوع الجاي ازود بلاطه، ما بتجيش كده، الموضوع ما بيبقاش لينير طول حياتك. اول سنه هتعرف تقعد تتحسن، مع الوقت الموضوع يبقى ابطا ابطا ابطا، خاصه كلاعب طبيعي. 100%. يلا يا باشا. استعمل هو انا مربوط بشكل وحش يعني، بس هو المفروض ده كانه اللي هو تريننج كابس بالظبط. التريننج كاب في حاجه اسمها تريننج كاب، اللي هو من الاخر بتخلي الجريب بتاعك بتخلي الحركه احسن. تعالوا شوف ده ايه تعوشني ولا يا راجل اظبطها لك. طيب لا لا حلوه بصراحه، انا انصح الشباب فعلا جربوها. ورينا كده يا كابتن اسلام. واحد خليها واسعه شويه بس مش واسعه قوي، من هنا نملها نمسكها من هنا، بس انا هلف بقى الايد الثانيه. ما بقاش ماسك ايدي.
دلوقتي يا شباب احنا خلصنا تمرين وفي بومب عظيم وشوت اوت لكابتن اسلام على التمرين العظيمه دي، ورايحين دلوقتي ناكل. بس انا كنت عاوز اسال كابتن اسلام كده حاجه، بما ان كابتن اسلام فعلا من الناس القليله في الفتنس في مصر اللي فعلا عندهم علم بالموضوع ده، وهو مر الناس كتير وعنده خبره. فانا اسلام عاوز اسالك سؤال بالجميل انت، وانا ما هو انا ما سالتوش السؤال ده يعني مش متحضر، فانا وممكن ترغي فعلا براحتك. دلوقتي يا اسلام ايه فعلا من تجربتك وخبرتك وكله، ايه اللي بيخلي الناس فعلا تفشل، فعلا تفشل ان هي توصل للهدف بتاعها في الفتنس؟ انت ممكن بقى تقول يعني انا هفضل ساكت وانت هتقول فعلا اسباب حقيقيه، ايه اللي بيخلي الشخص يفشل؟ اكتر حاجه من وجهه نظري، ناس كتير يا اما بيبقى عنده توقعات واقعيه في نطاق زمني غير واقعي، او توقعاته غير واقعيه في نطاق زمني غير واقعي، وبيبقى في نفس الوقت فاكر ان الموضوع هيجي كده، يعني مش شايف ان الموضوع ايه يعني حديد وجيم، مش هو بعمل كده زي الناس ما بتعمل. فبتلاقي ناس كتير مش مدي الامر نفسه المكانة بتاعتها، يعني مش مقدر ان دي انه مش بس ان انت هتاكل، ارزع بروتين، خد سبلمنت، خد بري ورك اوت، خد بوست ورك اوت، خد ده هيرمي معاك عضل، خد ده هيحدف معاك مش عارف ايه. الموضوع يعني كومبلكس اكتر كده، معقد اكتر من كده، ليه علاقه بالمهاره اللي بتنميها في الجيم عشان تتمرن، ليه علاقه انت اصلا علاقتك ايه مع الاكل. خلي بالك ناس كتير بيدخلوا المجال ده عشان علاقته سلبيه جدا مع الاكل، يعني لما بيبقى متضايق بياكل، لما بيبقى مبسوط بياكل، الاكل بيبقى ملجا ليه. فلما تدمج ده مع التمرين بتلاقي ناس كتير، وناس عدوا عليا انا ما اعرفهمش شخصيا بس بشوفهم في الجيم مثلا بقالنا سنين شكلهم زي ما هم او بيبقى اوحش كمان مع الوقت. صح. ليه؟ مش معناه ان هو غلط انه بينزل جيم، كويس ان هو بينزل جيم، دي حاجه ايجابيه، ولكن بتلاقي ان الشخص اولوياته مش واضحه، او ما ابتداش يشتغل على الحاجات اللي هو عارف ان هو مقصر فيها. صح. يعني انا عارف. صح. ان انا عندي مشكله ان انا لما بتضايق بفتح الثلاجه بفضل قاعد قدامها وبقعد اكل فانت عارف دايره بقى ما بتخلصش، بقى بتفضل عمال تلف حوالين نفسك. فانا شايف دي من اكتر الحاجات اللي بتلاقي ان اغلب الناس برضو اهدافها، اغلب الناس اللي انا بشوفه اهدافها انا عايز اخس، انا مش عارف اكل، مش عارف اظبط. ده مش معناه ان التمرين ملوش اهميه، انا بالنسبه لي كلاعب طبيعي كشخص متمرن يعني مربط الفرس كله في الجيم، لان انت ممكن تخس وانت في البيت، لا محتاج اسلام ولا محتاج كابتن سيف، قلل اكلك الناس كلها بتعرف تخس، ولكن مين بيعرف يحافظ على وزنه بعد ما يخس؟ مين بيعرف ينمي العادات الصحيه، ياكل نسبه بروتين كافيه في اليوم، يعرف ان هو ياكل حصه من او حصتين من الخضار والفاكهه؟ مين بيعرف ان هو لما يجي ياكل بره ما يفتحش الدنيا على البحري، لا لو هاكل حاجه هقنن من حجمها، هبقى مش لازم ان انا اشبع منها واكل منها لحد ما احس ان انا الاكل خلاص وصل لحد هنا. صح. حاجات صح. سهل جدا انك تقولها او منطقي جدا ان انت تقولها، بس لما تيجي تطبقها على ارض الواقع الموضوع ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ وحته مهمه تانية برضو اسمع رايك فيها، الوسط بتاعك برضو للاسف احنا اهالينا طبعا ربونا باحسن طريقه هم يعرفوها وربنا يبارك لنا فيهم، ولكن بتلاقي ان ساعات كتير في بيوت عربيه او مصريه ما تقومش لما تاخد تاكل اكلك، لو شبعت برضو كل غصب عنك، فالحاجات دي مش صح. انت شبعت وقف اكل، اصل الاكل مش انك لازم تعذب مش غصب، مش هو بغصب، خلاص شبعت الموضوع انتهى، مش محتاج انك تقعد تضغط نفسك، مش بط هو بيقعد كل بيعلفوهم. فانت دي حاجات انت ممكن تبتدي تاخد، يعني ممكن تلاقي واحد راجل عنده 50 سنه لسه على نفس السيستم اللي باباه ومامته سيستموه عليه وهو عيل صغير، مال ياكل ياكل. في ناس كانوا بيقولوا لي احنا ما باخدش بالي وانا عمال اتكلم مع يعني قاعده حلوه وكده، عمال يحدف فيها. بتحدف فين؟ بتحدف الاكل ده، هاتلي باكل لب ولا حاجه، اللي دخله في كيلو ولا حاجه. تخيل بقى لو بتاكل بقى كنافه ولا بتاكل بتاع، عمال الله. مال يلقط. حلو لما تبقى بتاكل انها تستمتع بيها، انما طق بس مش ان انت تبقى شبعان وبتاكل وبزياده. في ناس بيقول لك انا بحب دايما امضغ حاجه، امضغ لبان. مش ممكن. فعارف حاجات كتيره بتخلي الشخص ان هو يا اما، واخر حاجه ممكن بقى اختم بيها الكلام بتاعي، انه بيربط التمرين بالتغذيه، بمعنى اذا هروح الجيم هظبط اكل، اذا وقفت التمرين هخرب الاكل، اذا خربت الاكل مش هنزل اتمرن. معادله لو هعمل دي مش هعمل دي، لا حط
اقل مجهود، عايز حاجه يبقى فيه بير مينيمم، يعني عايز حاجه يبقى حد ادنى لازم انك تحققه في حياتك. مثلا يوم فلت منك خلاص مش نهايه العالم. ما حدش لما كان في الجامعه لما بيشيل ماده واحده يلا هشيل السمستر كله، ما في حدش بيعمل كده. لو قصرت في حاجه واحده ما تعلمش على كل حاجه تانية، مش لازم كله يقع معاك. وقع منك حاجه ابتدي راجع نفسك بقى، خد كذا خطوه لورا، يبقى عندك الوعي الكافي. ماشي انا ده حصل عشان ده حصل، عشان مثلا الوسط بتاعي او صحابي بيعملوا لي بريشر نازل، فلازم انت توضح لهم الموضوع ده قبل ما تاخد خطوه انك عايز تبعد عنهم. في ناس للاسف يا سيف بتضطر انك تبعد عنهم، هو اهدافه مختلفه او مثلا هو دماغه انه عايز يعمل كده. فاذا انت شايف ان الوسط بتاعك مش بيساعدك خلاص، لازم يا اما تمشي بدماغهم يا اما تعمل حاجه اللي هتساعدك انت لمصلحتك، وتعرف انك تشوف بقى النتائج اللي انت عايز تشوفها. صح، دي نقط كتير. لا وبالعكس ده كلام حلو يعني شوية. هو كويس ان يعني اسلام فعلا جاب النعيه وجاب النقط اللي فعلا انا كنت عاوز اسمعها، وانا متاكد ناس كتير كانت عاوز اسمعها. بس انا يا اسلام انا عندي سؤال واحد اخير وده انا فعلا ما عرفتوش لحد دلوقتي. ايه اللي خلى اسلام ابو عوف اول ما ابتدى يقع فعلا او يفشل بقى فعلا ان هو يوصل للهدف بتاعه؟ اتحسن في التمرين واوزاني عماله تقل، فعرفت ان في مشكله بس انا مش عارف ايه سبب المشكله. الحل بقى ساعتها قعدت ادور، قعدت اقرا، قعدت بقى اشوف بقى شويه، اشوف اونلاين فيديوز. يعني حسيت ان انت جيت لنقطه وقفت، خبطت في حيطه، اعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه، وفي نفس الوقت عايز ان انا اتحسن بس مش عارف ازاي. الحل بقى ساعتها قعدت ادور، ربنا ييسر لي الامور الحمد لله، ان انا ابتديت بقى طب اقرا شويه، طب اشوف الراجل ده بيقول ايه، طب اشوف الراجل ده بيقول ايه، لحد ما وصلت لحد ما فهمت بقى ان انت ما ينفعش بقى تقعد تدوس بنزين على طول. في حاجه اسمها ديلود، في حاجه انك تتمرن بشده التمرين. صح. في حاجه انك لازم الموضوع مش ان انا كان في دماغي برده زمان نفس الحاجه اللي كلنا وقعنا فيها، لازم كل اسبوع اتحسن يا اما مش عارف ابني عضل، لو ما لازم تغير تمرينه كل اسبوع ومش هتقيس التقدم بتاعك وبتاع وتودي بقى 20 40 مجموعه في التمارين القديمه اللي عندي على اليوتيوب اللي كانت موجودة. انا مش عارف اسلام كان عنده تمرين الظهر 35 مجموعة ظهر. ايه يا حبيبي رايح فين؟ لا 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 اسلام كنت عايز اقول انا انت اللي فيه اللي بيحصل بي برو يعني مش ممكن. فكل الغلطات دي عديت بيها، بس الفكرة ان انا ما وقفتش كده وقمت قاعد في النص قلت ايه لا هو انا جبت اخري كده، انا لا 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 خلاص هو الموضوع كده، انا عشان اوصل للمرحله اللي بعدها لازم اخد مش عارف ايه وايه وايه. لا كنت عارف ان في مشكله، قعدت فضلت وراها لحد ما اعرف ايه السبب. وانا كمان يعني بحكم ان انا بفضل الله عليا ان انا برضو طبيب اسنان، فدايما ببقى عايز اعرف ايه سبب العين. إيه السبب؟ مش عايز ان هو حد قال لي كده، ما حد قال لي كده ما ممكن هو مش فاهم، ممكن او ممكن فاهم. يغلط عادي، ممكن انا ممكن اسلام يغلط. انا كبني ادم الناس يقول لك اصلا ما ادورش ورا كابتن اسلام عوف ليه؟ ندور، انا بني ادم ممكن اقول حاجه وتبقى غلط وانا مش عارف انها غلط. فدايما ببقى عايز اعرف ليه دي كده، ليه دي غلط، ايه اللي هيبني لي العضل، ايه السبب ان انا ما بتحسنش. فبتقعد واحده واحده وربنا طبعا بييسر لك الامور انك تقدر تتعرف على ده مثلا ساينتست او عالم مثلا في التمرين. من الكتب اللي ابتديت انها فتحت لي الدنيا برضو بتاعت اريك هيلبس بيراميدز، حاجات طبعا احنا بنرجح هدول لاي حد. حلو قوي ان بيبتدي يفتح لك بقى ماشي انا لازم اعمل ده. الاولويات الى حد ما بتنور بالنسبه لك، الموضوع ما بيبقاش يلا فاهم، وبيديك امثله فبتلاقي لا انا محتاج اهدي اللعب شويه، الموضوع مش عند التمرين، مش عند العند كويس انك تسخره انك تتمرن بشده التمرين كويسه، انما عنده خلاص ما هتخبط في الحيطه. بدل ما تقعد تحرق فلوسك في سبلمنتس اشترك مع مدرب انت بتثق فيه، شوف حد بيدي قيمه وحاول اتعلم منه. اقول لك على حاجه، انا عمري ما دفعت فلوس المدرب، مش عشان انا ما كانش معايا، كنت فاهم كل فلوس على اثناء معيش اجيب صوم، معيش اعمل اي حاجه. فحاجه من الاثنين، وقتك هي فلوسك، يا اما فلوسك تشتري بيها الحاجه اللي انت عايزها، تستثمر في نفسك بقى، تاخد كورس فورمه بدون حرمان، تاخد كورس فورمه من حديد، تاخد في حاجه، يا اما تشترك مع حد، يا اما تاخد كورس. ودلوقتي الدنيا اتفتحت، الدنيا بقت اسهل اسهل بكتير، اسهل هتلاقي بكتير. كل حاجه على يوتيوب وعلى انستجرام في نفس الوقت. انا عارف دي ممكن تبقى حاجه يعني عارف بتخلي الواحد اللي هو طب ما في معلومات كتير، ما تاخدش من اللي بيديك معلومات بس، خد من اللي بيعلمك ازاي ايه تصطاد. بس كابتن سيف هو دايما يقول لك لازم تعرف ازاي تصطاد، هتاخد منك وقت بس لو انت عايز تعمل حاجه هتعملها ان شاء الله. احنا هناكل دلوقتي يا كابتن اسلام صح؟ لازم لازم احنا ميتين من الجوع، لازم تعالى نشوف هناكل فين. يلا حط ايدك على الكاميرا. عندنا بقى البوست ورك اوت، ودلوقتي احنا في انشيمورو التجمع، وعندنا هنا رامن. اللي ما يعرفش ايه الرامن، رامن ببساطه هو النودلز بس بالطريقه اليابانيه. عندك هنا نودلز، عندك لحمه، جايبين اكسترا لحمه زياده، عندك حاجه اسمها
كاروت وماكي هنا، عندك بيض مشروم بصل، وده حاجه اسمها نور. وعايزين نعرف تقييم كابتن اسلام. بسم الله. ايوه خد كله كده على بعضه يا اسلام. عندك بقى الشوربه دي بتنزل بتسيح. انا هاكل بارد. ايه رايك؟ طيب ايه رايك يا هندسه؟ تمام تيستي جدا والتوابل لطيفه جدا. وقت الشباب الساعة واحدة، رجعنا وصلنا كابتن اسلام، ومفيش بقى ولا شوية شغل ولا اي حاجة. الواحد حرفيا قاعد مستغنيص كده شوية وقاعد كده مبل. عندنا بقى اخر حاجة، عندنا بص بقى يا باشا، عندنا هنا انت طبعا ممكن تقول ايه ده وايه اللي بيحصل وبتاع. عندنا هنا دي اسمها كيكة زبادي. دي يا باشا حرفيا متعبية زبادي يوناني، وفيها تفاح وفيها سكر بودرة، شوية سكر بودرة، معمولة بشوية دي ومعمولة بسنة زبدة. لا تفهم، حسبت ووصلت المكونات كلها وقسمتها بناء على الحتة اللي انا خدتها. الحتة دي يعتبر 350 جرام. الماكروز بتاعتها هتلاقوه هنا. وعندنا طبعا سكوب من الايس كريم كوكي بتاع ايفولف، معمول بمية ساعة. والمرة دي بقى ايه الايس كريم كوكي، وحطيناها في الشيكر المظبوط. وبكده تكون الماكروز بتاعت النهاردة، وهو ده الفلوج وهو ده الفيديو. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وتكونوا فعلا فهمتوا الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه. وطبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واهم من كل ده ان انتوا تدوسوا على الجرس اللي تحت عشان تكونوا من اوائل الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاعتنا. ولو في حاجه عاوزين ان احنا نتكلم عليها ما تنسوش تكتبوها في الكومنت سيكشن تحت، عشان احنا بنحب نعمل الفيديوهات اللي انتوا بتطلبوها. وكان معاكم سيف الضوء من ايفولف اللي دلوقتي هيتغشم على البتاع دي. انا عايز ادوقها بسرعه كده. تسلم ايدك يا ام الغوايه. كان معاكم سيف الضوء من ايفولف، اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.